أكدت القنصلية الكويتية باسطنبول أمس عدم وجود أي إصابات بين المواطنين الكويتيين في الحريق الذي اندلع بمستشفى تقسيم للتدريب والبحوث في القسم الأوروبي من اسطنبول كبرى المدن التركية. وقال القائم بالأعمال القنصلية الكويتية المستشار علي حمادة إنهم لم يتلقوا أي اتصالات عبر خط الطوارئ في القنصلية عن وجود إصابات في حريق المستشفى.